مساء الفل. متهيألي مفيش وجع في الدنيا أقوى من وجع النار لما تحرق مخلوق من مخلوقات ربنا، سواء إنسان أو حيوان، ولا في أثر مؤلم ممكن يسيبه أي وجع قد الأثر اللي بتسيبه الحروق. والأصعب من وجع الحرق الوجع النفسي اللي بيفضل ملازم الضحية طول عمره، خصوصاً لو كان الأثر اللي سابه كبير مش صغير. لكن زي ما النار بتحرق وتأذي، برضو هي اللي أحياناً بتكشف لنا عن المعدن الغالي اللي جوانا على حقيقته، لأن الذهب ما بيبانش معدنه ولا صورته إلا بعد ما يتحرق ويتعرض لنار عالية قوي. البشر كمان زي المعادن، منهم اللي جواه فالصو ومنهم اللي جواه ذهب، زي منال. منال بطل القصة حقيقية النهاردة، اللي حصلت لها تجربة صعبة جدا مع الحريق غيرت حياتها تماما وحولت شخصيتها 180 درجة. وعشان نفهم الموضوع أكتر تعالوا نسمع الحكاية من بدايتها. بدأت الحكاية ماما بتعمل لنا الغدا وتسريب أنبوبة البوتاجاز يتسبب في حريق البيت بالكامل وياخد مني أبويا وأمي بغمضة عين. ضلت بين نارين، تشوهات جسمي، فقدان أغلى حاجة عندي. أنا منال حسني، أحد الناجيات من مصابي الحروق. عندي حالياً 32 سنة، بس الحادثة حصلت لي وأنا عندي 17 سنة. كنت لسه كتكوتة صغيرة، كانت حصلت في بيت جدتي. كنا قاعدين، كان عندنا فرح يعني، وقاعدين ومبسوطين، وفجأة الأنبوبة فرقعت في البيت. فكنا 7 أشخاص وكل واحد فينا اتنقل لمكان مختلف. أنا وخالتي رحنا على مستشفى، وبقية الأشخاص راحوا على مستشفى تانية. والحمد لله طبعا انهم راحوا في مكان واحنا رحنا في مكان، عشان هم توفوا في وقتها. يعني هم والدتي 6 ايام بالظبط وتوفت، وخالي بعدها وجدتي بعده، يعني 3 ايام ما بين كل واحد فيهم. فاحنا الفتره دي كلها كنا في مستشفى تاني، فما كناش نعرف. فده طبعا الحمد لله عليه طبعا، لان يعني لو كنا عرفنا في وقتها، الحاله النفسيه عند مصاب الحروق بتفرق جدا، تقبله للعلاج طبعا والكلام ده بيفرق جدا في حياته، واول 6 ساعات عامه بيفرقوا في حياته. فطبعا لما ما عرفناش، فكان كنا بنستجيب للعلاج، ونستجيب بقى ان احنا حالتنا النفسيه كويسه. بعدها انا فقدت والدتي، اول واحده توفت 6 ايام بالظبط وكانت توفت، بعد كده خالي، وبعد كده جدتي. اول يوم رجعت فيه كنت فرحانه قوي ان انا خلاص بقى هسيب العلاج والكالونات والعمليات والغيارات الحاجات المتعبه دي، بقى انا هرجع بيتي. كنت فرحانه قوي ومبسوطه ان انا هرجع اشوف اوضتي ودباديبي ولعبي، وهرجع تاني لدراستي ومدرستي. فجاه اول يوم بابا، احنا مش رح نزور ماما، طب احنا لسه في العربيه، طب اشوفها بس كده ومن الازاز بس. ليه؟ لا ما ينفعش، عشان ما ينفعش حد مصاب يشوف حد مصاب. فلو بيقنعني بالكلام هو ده كله كذب طبعا. فاول يوم روحت وطلعت بيتي ودخلت اوضتي، فقال لي انا عايزك في الاوضه الثانيه. فدخلت، فمنال هي ماما ماتت. فانا لا، الكلمه هي دخلت قوي على قلبي، بس مخي بيترجمها. هي يعني هو ماتت ازاي؟ يعني ماتت ازاي؟ انت بتكذب، انت ليه بتقول ماتت؟ لا ماما عايشه، انت لسه كنت بتقولي دي عامله عمليه وانا هروح ازورها. اخويا دخل قال له بابا انت ليه بتقول لها؟ بابا ليه؟ دي لسه مرحله علاجها طويله، انت ليه بتقول لها دلوقتي؟ انا كنت خرجت طبعا، لان قعدت 3 شهور في العنايه المركزه، فكان خلاص الوقت. ابتديت ان انا اخش الافاقه، اللي هو ايه؟ يعني حالتي خلاص استقرت شويه، فخلاص ينفع ان انا اتعالج من البيت واعمل عملياتي من البيت وارجع، لان طبعا التكلفه كانت عاليه وقتها كمان. كنت مشتاقه قوي اروح بيتي، عايزه اشم ريحه بيتي، عايزه اشم طبيخ امي، عايزه ارمي في حضنها، عايزه اوريها كل تعويره فيا. اقول لها ماما بصي، طب بصي ماما عملوا فيا ايه، طب بصي اصل الكلمه دي كانت وجع. كنت عايزه احكي لها، يعني انا همي ان انا ارجع عشان اترمي في حضنها بس واقول لها، لان انا وحيده، بنت وحيده على 3 ولاد، فهي كانت كل حياتي. فانا عايزه ارجع بسرعه عشان اشوفها هي كمان حصل فيها ايه، امي فين. فكان همي قوي الوحيد ان انا ارجع عشان اشوفها. هو انا واجهت شكلي بعد الحادثه، اولا ما كنتش ببص في المرايه، كان ممنوع الفتره دي، كان ممنوع خالص ان انا ابص في المرايه. بس لو بصيت في ازاز شباك ولا حاجه وانا ماشيه، كنت ايه ده انا مش هبص، ده انا هستنى شويه، انا ده مش انا ده. فكانوا كمان انا شعري طويل فقصوه، فاللي هو كمان شكلي اتغير تماما. طب انا اخويا دلوقتي مش انا خالص. بره البيت ده كان فيه كوارث ومصايب، بس يعني برضو بدعم اللي في البيت قدرت ان انا اتخطى ده، قدرت اتخطاه. وانا قعدت سنتين كاملين ما بخرجش من البيت بسبب كلام الناس في الشارع، مش في الشارع اللي هم جيراني محيطين بيا، لا اللي هو لما باجي اروح من مكان لمكان، في استغفر الله العظيم يا رب ما تستخبى دي ولا تقعد في البيت، ايه الوجع ده؟ احنا توجع قلبنا ليه؟ كان في كلام بيبقى صعب،
بس انا كنت باخده بضحك يعني. ما انت ممكن تبقى في مكاني يعني، كنت لا انت ما تقوليش كده، انت كان ممكن في يوم من الايام تبقى في مكاني. وطبعا ربنا يا رب يعافي الناس كلها، بس فكره ان انت تتقبل حد مختلف دي حاجه حلوه قوي، ان انت تتقبلني وترضى باللي ربنا كاتبه لي، عشان ممكن لا قدر الله كان يبقى فيك انت. كان بيحبطني اللي هو يعني هم شايفيني وحشه قوي كده، هو انا اتغيرت قوي كده. بس طبعا هرجع تاني واقول بابايا واخواتي، لا انت ما فيكيش حاجه، مين قال كده؟ مين قال كده؟ انت ست البنات بالنسبه لنا، انت امنا، ربنا اخذ مننا امنا وعوضنا بيكي. فاوعي تفكري ان انت فيكي حاجه، اوعي. فكنت دايما بقى لا خلاص هما شايفيني كده، فانا زادني ثقه في نفسي، لا انا مش وحشه، انا حلوه، ممكن يكون ربنا عمل فيا كده عشان اكيد شايل لي حاجه احسن. كنت دايما اقول لا اكيد شايل لي حاجه احسن، اكيد شايل لي حاجه احسن، مع اني مريت بتجارب يعني حب وفشل وحاجات كتير بقى واجهتها، بس اكيد برده ربنا شايل لي حاجه احسن. ارتبطت مرتين، والمرتين جم لحد البيت وتقدموا والاب شافني فرفض الموضوع. طب انت ليه تقبل ان انت تكمل حياتك مع ما في ناس تانية افضل؟ والتاني كانت مامته برضو نفس الحوار. فانا فكرت لا خلاص بقى انا الموضوع ده نشيله دلوقتي، احنا في مستقبل، فمش حابه ارجع له يعني. هي فتره الشغل ما كانتش سهله، لان بتاقلم على حاجه ما درستهاش، حاجه بقى جديده، حاجه مختلفه عليا، ناس مختلفه برضو عليا، جميع الفئات بقى، انا بقابل جميع الفئات هناك، المتعلم، الجاهل، الناس البسيطه، الناس الكبيره، الشباب، الروشه، قابلت كتير قوي جميع الفئات. فكان فيهم شاب بقى روش كده لفت نظري يعني، وحبينا بعض شويه، وبعد كده بس ما كملناش يعني. ادى فكره لوالده، ووالده كان موافق جدا، وجيت اقدم وكده، بس هو كان شايف صوره بس، هو تقريبا الواقع الشكل الحقيقي اختلف بالنسبه له، قال لا مش هو ده اللي انا شفته. فازاي اتخانقوا مع بعض شويه، هي دي يا بابا، لا مش هي، فلا مش هي دي، انا مش عاجبني الوضع. كلمه بقى من حته ان انت هتعرف تمشي معاها في الشارع لو حد ضايقها، انت هتتقبل الموضوع. فاللي هو كلمه من حته اللي هو خلاه يراجع فكره تاني، طب ما احنا قضينا 4 سنين مع بعض ما فكرتش فيهم ليه؟ انا وجعي كان مضاعف فعلا بعد ما سيبنا بعض، لان حسيت ان هو رفضني زي ما المجتمع بيرفضني، ده انا اصلا بقاوح عشان اقنعه ان انا لا انسانه، انا مش شبح، انا انسان وليا حقوق ان انا اتعامل عادي. يمكن يكون انا كنت انسان طبيعي وربنا يعني حط لي في موقف كده ان انا شكلي يتغير، شكلي يبقى مميز مش اكتر يعني، انا مش وحش وشكلي يتميز شويه، فدي حاجه بتاعت ربنا. فاللي هو ما بين ان انا حبيت بجد وما بين ان انا هو رفضني عشان شكلي، بس ده قواني ان انت لو رفضتني عشان شكلي بالعكس انا كده اقوى اكتر، انت بالنسبه لي ولا حاجه، خلاص رحت واكيد هيجي غيرك، زي ما انت اقتنعت بيا فاكيد مليون غيرك هيقتنعوا. فالموضوع لا ما وجعنيش قوي قد ما انا اتوجعت اكتر ان انت حكمت عليا، مع ان انت ما كنتش حاكم عليا في الاول، بس انت حكمت عليا زي الناس، مع ان انت درست جوايا قوي، انت المفروض ما تحكمش عليا زيهم. عايزه اوصل رساله، احنا موجودين، احنا جزء من المجتمع، احنا مش ناس شفافه، لا احنا ناس لينا حقوق، احنا بشر، احنا لينا حق ان انا اعرف اروح اشتغل من غير ما حد يضايقني او من غير ما حد يرفضني، اعرف ان انا اتجوز ما اترفضش عشان خاطر شكلي، تحكم عليا من خلال شكلي لا، يبقى ليا مستقبلنا، المستقبل دي في ناس من المصابين مش عارفين يروحوا مدارسهم، مش عارفين يروحوا جامعاتهم. اقول لكل الناجين من الحروق احنا ابطال، احنا فعلا كلمه ابطال دي يعني كلمه كبيره قوي، فاحنا ما نستهونش بيها، احنا فعلا لينا حق ان احنا نعيش حياه طبيعيه، احنا ما فيناش اي حاجه. انت دايما تحط الامل لقدامك عشان تقدر توصل لحلمك، اوعى تياس، الياس هيرجعك، انت ما فاكش اي حاجه، انت معافى تماما. اختلافك ده قدر من عند ربنا ولازم تؤمن بيه وعشان تقدر تكمل بعد كده، واكيد ربنا شايل لك حاجه احسن، انت اسعى ليها عشان تقدر توصل. واحنا فعلا فعلا ابطال يعني. انا كمنال من احلامي ان انا ابقى مذيعه، فانا بشتغل على نفسي قوي، بشتغل ان انا باخد كورسات تقديم ولغه عربيه، فانا بشتغل على نفسي، فانا لازم اشتغل يعني. في حالات من احلامها ان هي تبقى فاشن بلوجر او لعيب كوره او مغنيه، فاشتغل على نفسي هقدر ادي ده، لما انا مش هشتغل على نفسي فاكيد مش هقدر اوصل. زي ما اللي قبلينا قالوها زمان حكمه، في عز المحنه بتتولد المنحه، ومن نفس السم بناخد الطريق. وده اللي حصل لمنال، ومنال بنت عاديه جدا عندها احلام وطموحات وخطط لشكل حياتها الجاي. بغمضه عين حصل لها ظرف زي ده قدر، لا على البال ولا على الخاطر، غير شكل حياتها. ابتلاء صعب جدا، صعب جدا، مش اي حد يقدر يتحمله.
في ناس بتقع وتستسلم، وفي ناس بتحول الابتلاء ده لطاقة إيجابية بتحركها لقدام، بتخليها حد تاني أحسن وأنجح من الأول بكتير. لسه في كتير عند منال ما قالتوش في التقرير، لسه في تفاصيل تانية حلوة قوي ومحتاجين إن احنا نعرفها منها، مش بس عشان نكمل قصتها الحقيقية، لكن كمان عشان كل واحد أو واحدة مروا بنفس تجربتها المؤلمة مع الحريق أو حتى في حاجة مش عاجباهم يستفيدوا ويتعلموا إن أهم درس مهما كانت الحياة صعبة أو فيها مفاجآت مش ولا بد أو مش عاجبانا، هيفضل دايماً في حاجة تستحق إننا نعيشها، وطول ما جوانا نفس وفينا الروح يبقى لسه في قدامنا فرصة إننا نحقق حاجة جديدة، نبدأ خطوة جديدة. استنونا بعد الفاصل. الفرق بين الصدمة والكابوس، إن الكابوس بينتهي بمجرد ما نفتح عيننا ونقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن الصدمة مهما صحيت وفقت بتكتشف إنها ما تغيرتش، ما بتتغيرش. بس في ناس بقى لما ما قدرتش تصحى من كوابيس الواقع بتحاول على الأقل تخلي كابوسها حلم جميل، حلم حلو يقعد يحلم فيه، مش بالشعارات أو كلام الإنشا المتزوق اللي بنقعد نقوله، لكن بالتفكير وإنه يشتغل على نفسه ويحاول، بإنها تدور جوه نفسها على موهبة مستخبية، على قدرات ما فكرتش إنها تستغلها قبل كده، لحد ما تغير شكل حياتها للأحسن. وصدق اللي قال، لو ما قدرتش تغير الواقع حواليك جرب إنك تغير نفسك أنت شخصياً بشكل مناسب للواقع أو تعيشه. لو ما قدرتش تخلي العالم لونه وردي قدامك وحلو، ممكن على الأقل تلبس نظارة أو تعمل نفسك مش شايفه، وهتشوف الحياة كلها وردي كمان مهما كان الواقع صعب أو كئيب. وده اللي عملته منال بطل القصة حقيقية النهاردة، اللي في يوم من الأيام انفجرت في بيت جدتها أنبوبة بوتاجاز. كان عندها ساعتها 17 سنة، كانت بتستعد عشان تروح أول سنة جامعة. نتيجة الانفجار ده اتدمر البيت بالكامل، ماتت والدتها وخالها وجدتها وكمان شوية من قرايبها. اتصابت منال بحروق شديدة في الوش والظهر والإيدين والرجلين، فضلت في المستشفى 3 شهور ما تعرفش طبعا خبر وفاة أمها. اتخلى عنها خطيبها وصحابها وقعت ضحية للتنمر، ورغم كل ده بتقف على رجليها من تاني، أثبتت نفسها قبل أي حد إن لسه الحياة ممكنة، وإننا إحنا كمان اللي بنتحكم في الظروف مش هي اللي بتتحكم فينا، مهما كان الابتلاء قاسي أو شديد علينا قوي. وعشان نعرف تفاصيل أكتر لازم نسمعها من منال. منال هتكون معانا على التليفون دلوقتي، هنعرف منها كل التفاصيل وهنتكلم معاها. يا منال ألو. ألو، إزيك يا منال؟ أخبارك إيه؟ تمام الحمد لله. عاملة إيه؟ الحمد لله. طريقتك حلوة جدا وانت بتحكي، الإلقاء فظيع، مخارج الألفاظ حضرتك، احنا أصحاب خلاص مفيش حضرتك حتى مخارج ألفاظك تجنني. انت ازاي قدرتي تعملي كده؟ جبتي السكينة والرضا دول منين؟ والمجهود ان انا اشتغل على نفسي اكتر عشان اقدر احقق احلامي، فاكيد لازم اتعب قوي عشان اقدر احقق احلامي. السكينة والرضا دول بيجوا ازاي؟ بيجوا منين؟ علمينا. من الصبر طبعا والرضا بالقضاء، لان ده حاجة من عند ربنا، ده ابتلاء ولازم نرضى بيه. في كلتا الأحوال إحنا مكملين، فلازم أرضى بيه عشان أقدر يعني أكمل وأكون مبسوطة وراضية. طب بقول لك إيه، أول مرة شفتي نفسك كان بعد قد إيه؟ هو بعد الحادثة على طول، ما كانش ينفع، ما كانش فيه أصلاً حاجة تؤهل إن أنا أشوف نفسي في المرايات، ولا حتى في الإزاز، ولا تشوفي في الموبايل، ولا كان عندك فضول؟ ما كانش فيه مجال كده، لأن كان لسه الجروح ما التأمتش، فما كانش فيه مجال. بس الموبايل حتى بالكاميرا ما جربتيش تعملي كده، أنت حتى تبصي إنه حتى سرقك؟ ما عملتيش كده؟ لا، كان طبعاً كان نفسي أعمل ده قوي وعايزة أشوف نفسي جداً، بس ده كان ممنوع هناك علشان الحالة النفسية طبعاً. في من المصاب ما ينفعش ان هو يبقى نفسيته سيئه عشان يقدر يتلقى العلاج بشكل افضل. طبعا. فلما خرجت ده عملته، بس طبعا اتخضيت جدا. حسيتي بايه بقى؟ لا انا عايزه اعرف، يعني اول مره كده شفتي نفسك كنتي فين؟ كنتي واقفه فين؟ شفتي نفسك أول في اني مرايه؟ اول يوم خرجت فيه من المستشفى للبيت. اول ما دخلتي اوضتك بصيتي في مرايتك على طول، حسيتي بايه يعني وانت واقفه كده قدام المرايه؟ حسيت بانكسار قوي. انا رحت فين؟ انا ليه شكلي اتغير قوي كده؟ أنا كنت بدور على نفسي في المراية.
حاسه ان انا مش انا. انا مش انا، شكلي اتغير جدا، وحاسه ان انا اصحابي والناس اللي اعرفهم مش هيعرفوني، وممكن يخافوا مني زي ما انا كمان خايفه من نفسي دلوقتي. كنت خايفه من نفسك يا منال؟ كنت خايفه من نفسي شويه، لان مش انا اللي واقف في المرايه ده، مش انا. بس بعد كده لما كنت بتكلم مع نفسي وبسمع صوتي كنت بطمن ان لا، انا اتحبست جوايا، لا انا موجوده، بس انا هقدر اخرج نفسي من ده مع الصبر، مع الصلاه، مع التقرب من ربنا، مع الدعم بتاع اخواتي وبابايا. فرق معايا جدا وخلاني اقدر اقف على رجلي تاني. اخدتي وقت قد ايه عشان توقفي على رجلك تاني؟ بعد ما خرجت من المستشفى شويه، لما جيت انزل لتكميل دراستي وتكميل حياتي حسيت ان الموضوع صعب، فرجعت تاني سنتين. حصل لك ايه في اول يوم جامعه؟ حصل لي، احكي لي بالتفصيل، انا عايزه اسمع كده بشاعه اللي بيحصل عشان الناس تعرف انه لما تيجي تقولي مثلا انه حد يقول طب انت بتنزلي من بيتك ليه، احنا ذنبنا ايه نشوف المنظر ده؟ ايه ده؟ ايه الوحاشه دي؟ ذنبي اللي حصل لي. ايوه طبعا، وازاي اصلا حد يقول لحد كده؟ يعني هو كده بيستبيح ان هو التنمر، بيقول لك انا اللي مش قادره استحمل اني اشوف كده، ان شاء الله ما نزلت انت. يعني كنت بتردي تقولي ايه؟ كنت بتعملي ايه؟ تعيشتي ازاي مع اليوم ده؟ كنت بسكت وبزعل قوي من جوايا، يعني كنت ممكن اعيط كتير قوي، وافضل كل يوم ارجع معيطه، بابا طب ما تعيطيش، طب احنا مش ده يا بنتي، مش ذنبك، ده قضاء ربنا ولازم ترضي بيه عشان ربنا يقدر. يعني الصبر ده حاجه حلوه قوي يا منال، وكان دايما يصبرني قوي في الكلام، يعني بيقولي كلام يشجعني ان انا اخرج، بس ما كنتش بقدر اواجه قوي الناس، بيبقى كلامهم قاسي قوي، بيبقى كلامهم فعلا بيخليني ارجع البيت مش عارفه. لو قلت لك اوحش كومنت او اوحش تعليق جالك كان ايه؟ سمعي الناس، خليهم يعرفوا هم بيوجعوا بعض ازاي. لو حد مثلا مش شايفني من وشي، مش شايفني من ظهري عاكس، اول ما يشوف وشي استغفر الله العظيم يا رب، لا اله الا الله، حياتي وقفت انا كمان. طب انت عرفت انا مريت بايه علشان تقدر تقولي الكلام الوحش ده؟ تخيلي وان اي حد معرض لده في اي لحظه، خلي بالك يا مال مش كبير على حد، اي طبعاً. حد معرض لاي حاجه من دي في اي لحظه، ده قضاء وقدر طبعاً. ده ربنا طبعاً. بيختبر صبرك وبيبتلي عباده، يعني بيديكي اصعب معركه، دي معركه صعبه جداً. مش اي حد يعرف يعيش بيها. قعدتي بعد قد ايه بقى قمتي بقى على رجلك قلتي لا انا هروح الجامعه؟ يعني هروح الجامعه ضيعت من حياتي سنتين عشان كلام الناس. سنتين بحالهم ضاعوا من حياتي، كان ممكن اقدر اخلص فيهم دراستي، كان ممكن اقدر ابتدي في احلامي اللي انا ركنتها. سنتين كنت قاعده في البيت ما بتعمليش اي حاجه يا منال خالص، غير ان انا اروح المستشفى لو في عمليه هعملها، في علاج، في علاج طبيعي بعمل كده. عملتي كم عمليه يا منال؟ عداهم صح؟ يعني انا عملت 27 عمليه في خلال 16 سنه، يا روح واخر عندي. سنتين دول وصلوا ل 37 عمليه بالليزر. بالليزر بالليزر اللي هو الفراكشنال ليزر والحاجات دي بتاعت التئام الجروح. طب منال لما بتشوفي صورتك القديمه بتقولي ايه؟ يعني دلوقتي انا شايفه واحده، انا شايفه قمر والله العظيم ما بجامل وربي يشهد، بس شايفه قمر، انا مش شايفه ان في اي حاجه. انا بقول الحمد لله جدا لان انا قدرت اتخطى المراحل دي كلها، لان المراحل دي كل مرحله فيهم كانت صعبه جدا وما زالت الصعوبه والله. بس دايما بقول الحمد لله راضيه بقضائك وصبرك، عشان انا عايزه انول الجنه. الله، بصي الرضا والسكينه، شايفه الاختبار. طب ما فيش حد كان بيدافع عنك لما حد يقول لك كلمه ما تعجبكيش؟ كانش في صحاب جدعان، ناس جدعان في الشارع؟ طيب لما ابتديت يعني اثبت للناس انا منال، انا موجوده، لا هتشوفوني، ابتدت الناس فعلا تشوف جوايا قوي ويشوفوا روحي قوي، ابتدوا يتعلقوا قوي. في ناس كتير قوي دعمتني، مديري في الشغل دعمني جدا، صحاب الشركه. انا عايزه اتكلم بقى جداً عن الناس اللي شافوا جوايا قوي وراح سمع كلام ابوه. وده اللي مزعلك، مش احنا بنزعل لما بيشوفوا جوانا وبنتجرد من كل حاجه ونبين لهم شخصيتنا الحقيقيه ونسمح لهم ان هم يخشوا في الدايره اللي احنا عاملينها لنفسنا او الهاله اللي احنا عاملينها لنفسنا، في الاخر يغزلونا. قلت له ايه لما عمل كده؟ قلت له اكيد اللي ملوش خير في اهله ملوش خير في حد، وانا هبقى الحد، انا الشخص اللي انت مش هيبقى لك فيه خير، فانا خلاص مش عايزه اكمل انا كمان، لان ده كمان من حقي، انت رفضتني عشان خاطر ظروفي او شكلي، بس ظروفي او شكلي دولت دي حاجات بتاعتي. رفضك ازاي؟ قالها لك ازاي؟ هو ما كانش قادر يقولها لان هو كان متعلق، بس طبعا قرارات الاهل كانت اصعب. يعني يتكلم يومين ويخلع 10 ويرجع تاني عشان مش عارف يبعد، ده الحركه اللي احنا فاهمينها. ايوه بالظبط. ويظهر طب تعالي ننزل نشرب قهوه، طب تعالي مش عارف ايه، في الاخر نتكلم شويه نعمل. طب ده خلاص، يعني ما بقاش في مجال ان احنا نماطل في الموضوع، خلاص الموضوع اتحكم عليه بالنهايه. بابا احرجك جامد لما جه البيت؟
بابا يعني احرجني فعلا. هو بابا اصلا ما بصش في وشي، ف يعني ايه يعني كان قاعد من المنظر، فاللي هو ايه ده انت جايبني فين، مع ان هو كان عنده علم وعنده خلفيه ان انا عندي ظروف. وما شافش صور قبل ما يجي عشان يجي يعمل كده في بيوت الناس؟ طبعا شايف. طب ومامته عملت ايه؟ اخواته؟ لا للاسف هو مامته كانت متوفيه. متوفيه، هو بس بابا اللي عمل كده. ما فكرتيش انك تكلمي بابا يا منال، تقولي له طب انت حكمت عليا كده ليه؟ يعني هقلل من نفسي قوي، وانا الحمد لله انا عارفه انه لا انا ما ينفعش اقلل من نفسي قوي كده. جدع، ودي احلى حاجه فيك انك انت معززه نفسك زي ما بيقولوا. بالضبط. عندك ثقه بنفسك، عارفه انت مين. اكيد طبعا. عملتي ايه لما قالوا لك ان والدتك اتوفت؟ هو انا ما كنتش مصدقه، كنت حاسه ان انا من كتر الحاحي الشديد ان انا عايزه اشوفها وعايزه اطمن عليها. ما كنتيش حاسه يا منال؟ لا خالص، انا كنت دايما والله بدعي لها في كل اذان وكل وقت. كانت انا وخالتي كنا في نفس الغرفه مع بعض. كنا بنقعد ندعي لهم جامد قوي، لان احنا كنا شايفين احنا فينا ايه، فكنا بنتوقع هم كمان اكيد اتاذوا قوي كده زينا، ويمكن اكتر اللي هم فضلوا فتره اطول جوه. فكنا بنقعد ندعي لهم قوي ونعيط، واول ما يجي زياره لينا هم عاملين ايه، طب هم طمنونا. بابا يقول لي ماما تعبانه قوي، منال ادالها عملت عمليه وفشلت، منال ماما تعبانه قوي. كان دايما بيمهد لي ان في تعب، بس انا برضو مخي عمره ما وصل ان في موت. ما استوعبش يعني في تعب بس عمره ما في موت. فكان صعب جدا ان انا استحمل او اسمع الخبر ده وتقبله. ما كنتش متقبلاه خالص. كل الباب ما يخبط ماما جت، ماما يا روح قلبي يا منال، ماما في مكان تاني ادعي لها، ماما محتاجه الدعوه دلوقتي يا منال، ماما دلوقتي في مكان احسن بكتير من اللي احنا فيه ادعي لها. فكان دايما بيصبروني بالكلام ده، كلام ربنا، كلام ربنا فعلا ونعم بالله صبرني كتير قوي طبعا قوي. اختبار صعب. طب اكيد لجأتي لدكتور نفسي ولا لا؟ هو ده كان فتره كنا لازم نبقى محتاجينها في فتره التأهيل النفسي. قلت له عايزه ايه يعني؟ كنت بتتكلمي معاه في ايه؟ كنت بتكلم معاه ان انا هو انا اللي حصل لي ده شيء طبيعي، ولا انا طب انا اعمل فيه ايه، طب انا اتحمله ازاي. كان برضو بيلهمني ان منال انت جواكي حاجات كتير حلوه قوي هنشتغل عليها قوي. ده انا شايفاه بقى، انت بقى ما شفتهاش، ده في حاجات تانية انا هقولها لك. في حاجات تانية هتكتشفيها مع الايام. انا عايزه اقول لك على حاجه حلوه قوي. انا اول ما شفت الفيديو كلمتهم. انا بدي كورسات في اكاديميه. الاكاديميه اديتك منحه عشان تيجي وادربك راديو وتلفزيون، وانا مش هسيبك غير لما تبقي مذيعه. عشان خساره ان حد زيك ما يبقاش مذيع. حد زيك يدي طاقه ايجابيه، يعرف يخلي الناس ازاي تستحمل وازاي تتكلم وازاي تعيش في بكره احلى، وما يبقاش مذيع. انا بجد فرحت جدا، شكرا لحضرتك جدا. مفيش حضرتك، انا حتى وانا بدرسك انا سالي. انا بزعق وبفتري عليهم ساعات، عشان بصي مش هتاخدي الشهاده يا منال غير لما اكون واثقه ان انا دربتك صح وعلمتك صح ويشهد عليا ربنا، غير كده مش همضي على الشهاده. ما اعرفكيش. اول ما نبدا الكورس ان شاء الله، احنا خلاص بنحضر كورسي قبل رمضان يا بعد رمضان باذنك يا رب. هم هيكلموكي، واديتهم الرقم، واديتهم اسمك ثلاثي، وتوافق على المنحه، وانت معايا ان شاء الله. انت بتاعتي خلاص. ان شاء الله. انا عايزاكي بقى تبقي مذيعه. اكيد طبعا، وليا الشرف ان ابقى كده طبعا. قولي لي بقى عن كلمتك قدام سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. كلمتي ساعتها إيه؟ كان في خوف ورعب، بس كنت طايره من الفرحه. انا قدام سياده رئيس الجمهوريه، دي حاجه كبيره جدا. انا ده رزق عمره ما يجي في بالي. ايوه طبعا. الموضوع جه ازاي؟ كلموكي قالوا لك ايه؟ يعني ظبطتيها ازاي؟ ايه اللي حصل؟ قعدتي تفكري في ايه؟ قلتي ايه على الستيج؟ كل حاجه. انت كنت في قدرون باختلاف، احكي لي كله كله. كنت في قدرون باختلاف كنجيم من الحروق، لان دي كانت حاجه صعبه جدا طبعا. ان انا اثبت بقى دلوقتي انا قدام رئيس جمهوريه مصر العربيه، فلازم اثبت وجودي، مش انا بس، انا وكل النجيم من الحروق. لان احنا كتير قوي ومحدش كان سامع صوتنا، محدش كان يعرف عننا حاجه، وقد ايه المعاناه اللي احنا بنعانيها، وقد ايه التعب اللي بنوصل له عشان حتى نقدر نعيش حياتنا اليوميه. فكل ده كان جوايا، وكنت عايزه اوصله يعني بشتى الطرق، ان انا اثبت للناس وللعالم كله احنا موجودين، احنا اهو، احنا لازم نتشاف. وفعلا لقيت سياده الرئيس طبعا، هو شافنا بقلبه قبل. جميل وحنين، وشفت كان بيضحك جداً مع الاطفال ازاي، وواقفين مبهورين واقفين فرحانين بيه على حنيته وطيبته. تحس ان هو اب غير ان هو رئيس. انا حسيت الاحساس ده، حسيت ان هو والدي قاعد قدامي وبيسقف ويشجعني. حسيت باحساس جميل جدا، يعني انا بشكره جدا على الاحساس اللي وصلني. الله. وعلى دعمه وعلى مساعدته وتبني قضيتنا. فعلا فعلا انا بفتخر ان ده رئيس بلدي. الله، بفتخر بيه.
واحنا كلنا، احنا كلنا طبعا بجد، مش طبعا مش مش عشان هو رئيسنا وقائدنا وحبيبنا، لا احنا بنتحسد عليه بس كده والله العظيم ما شاء الله اللهم بارك. عارفه دايما بنقول كده. بقول لك ايه بقى، تقولي ايه لكل بنت وكل ولد مروا بتجربه زي تجربتك، او لكل مصاب بالحروق؟ اكيد انت بتعملي كده دلوقتي صح؟ بتقويهم وبتقوميهم وتعلميهم، لانه في لسه اطفال صغيرين يا حبايبي مش مستوعبين ده خالص، ومش متخيلين بشاعه العالم اللي احنا عايشين فيه دلوقتي خالص. فعلا انا بقول لهم انا فخوره جدا بيكم، احنا فعلا ابطال، احنا المرحله اللي مرينا بيها دي عليها جزاء من ربنا كبير جدا. احنا نصبر ونكمل حياتنا، ما نوقفهاش، لان احنا مالناش ذنب في اللي حصل. لازم نكمل حياتنا ولازم ننمي مواهبنا، احنا عندنا مواهب وحاجات حلوه قوي نقدر ان احنا نخرجها للعالم كله، نقدر نندمج وسط المجتمع. احنا مش قليلين، احنا شأننا كبير وقضاء يعني وقدرنا عند ربنا حاجه كبيره قوي، فاحنا لازم نكمل دوت وما نوقفوش. انت جدعه قوي، ده انا بحبك قوي. وانا جدا مستنياكي تجيلي ونقعد سوا ان شاء الله واتعلم منك وتتعلمي مني. اكيد ان شاء الله. نورتيني يا حبيبه قلبي، ليا الشرف. انا اللي ليا الشرف بجد ان يكون ليا تلميذه حلوه كده وروحها حلوه كده وعندها السكينه والصبر والرضا والايمان ده كله. ربي يسعد لي قلبك، نورتيني يا منال، باي باي. ودلوقتي كمان معانا مداخله من والد منال، استاذ حسني محمد عبد السلام. الو، ازاي حضرتك؟ اهلا معاك يا فندم اسامه. الحوار كله انت ابو البطله، انت ازاي راجل جميل كده؟ ده سؤالي بس، ايه حلاوتك دي؟ الله يخليكي. انا مش عارف اقول لحضرتك ايه، لان انا يا حبيبي سمعت المداخله فنفسيتي صعبه، يعني من اللي عديت بيه واللي احنا شفناه، يعني كانت حياتنا كانت صعبه جدا، وكانت ظروفنا من اصعب ما يمكن، يعني الحوادث اللي احنا شفناها من الناس كانت صعبه علينا، بس الحمد لله بقوه الايمان وربنا سبحانه وتعالى، الايمان بالله ان ربنا هيحسن الوضع. الحمد لله دي مكافاه ربنا حاليا دلوقتي اللي احنا فيها، دي مكافاه من الله. ان ربنا يعوضك فيها خير ويخليك فخور بيها كده، وتشوفها قدام سياده الرئيس بتقول كلمتها، وان انت تشوفها احسن مذيعه في العالم يا رب وتفرح بيها. أنا كنت اسعد انسان لما اتشرفت ان هي وقفت قصاد الرئيس. شفت رزقك ببنتك بقى يا عم محمد. شفت بقى الحلاوه بقى، شايف البنات بتعمل ايه لابهاتها بقى. يعني شوف على قد ما كنت شوف على قد ما كنت انت زعلان وحاسس ان حياتها تبقى صعبه، شوف ربنا بيرضيها وبيرضيك ازاي. الحمد لله الحمد لله. عملت ايه بقى انت؟ قلت لها ازاي ان والدتها توفت؟ والله كان بعد 3 شهور، هي والدتها توفت بعد اسبوع حبيبتي، فكده كانت صدمه. فكانت انا واخواتها الشباب اولاد يعني محمد وتامر حسني واحمد، كنا بنقول لها ايه ان امك مريضه شويه تعبانه شويه كده يعني، لحد ما قعدت تقترا في المستشفى الحلميه العسكري، فنقلناها وجبناها البيت وكده. فحصل بقى طبعا جايه بقى تسال على والدتها كتير. اه يا حبيبي. فقلت لها سبحان الله والدتك مش موجوده، ربنا اختارها. فكانت صدمه طبعا. طبعا. علاوه على المرايات اللي كانت في البيت كلها شلتها. يا حبيبي. خلاص بقت في حاله ما يعني النفسيه تعبانه جدا يعني، وقعدت من شغلي في الوقت ده حوالي شهرين دول، يعني الناس كانوا كويسين معايا، قدروا موقفي وساعدوني يعني. عشان انت راجل طيب وجدع وهيسخر لك كل عباده الصالحين. الله يخليك. طب بقول لك ايه، تيجي بقى اقول لك يعني اقول لك حاجه كده اسالها لك، ده فضول. تشوف بنتك احسن مذيعه في العالم العربي ولا تشوفها عروسه؟ والله اوعى تطلع زي الابهات اليومين دول وتقول عروسه. لا لا لا، هو ربنا سبحان الله بيختار للانسان التعويض المناسب طبعا اللي هو شافه في الحياه، لان الحريق دوت اللي بيتحرق في الدنيا ما بيتحرقش في الاخره. سبحانك يا رب. سبحان الله تعالى يعني. فربنا سبحانه وتعالى حط الحرق ده اللي هو الدرجه اللي هيحرق بيها الكفره واللي هم الناس اخطاوا في حياتهم يعني. ده اصعب اختبار، ده اختبار صعب قوي. بالظبط. اختبار صعب قوي. ربنا سبحانه وتعالى بيعوض عبده عن عذابه في الاخره وفي الدنيا وفي الاخره بيعوضه. يعني ربنا كريم ورحيم يعني، بس احنا الغفلانين. بس احنا نقول نشوفها يعني احسن مذيعه في الوطن العربي، وافرح بيها وتتكتب في التاريخ. ربنا يديها يا رب، ربنا يديها ويديكي ويخليكي يا حبيبي، ربنا يخليك ليا. من احسن الناس في العالم يعني. بتقول لها ايه لما تلاقي ان في عريس مش مناسب او جه وحطينا احرجنا ومشي؟
او احنا كنا بنتعامل مع واحد عيل صغير. تعرضنا للموقف ده مرتين. وكانوا من اصعب ما يمكن، كانوا يعني الاولاد. انتوا فعلا وجعكم بيبقى اكتر مننا مليون مره، صح؟ بس 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 انا واخواتها لما بنقعد نتكلم يعني حاسين فعلا مش ده مش هيحصل، لان طبعا الناس ليها الظاهر، ما تعرفش البواطن بتاعت البني ادمين. ده انت ربيت احسن تربيه. انا ربيت يعني الحمد لله احسن تربيه، وبعدتهم عن الحرام نهائي، يعني خليتهم مؤمنين بكل حاجه الحمد لله، اولادي كلهم بيصلوا محترمين ما شاء الله، اللهم بارك ويزيدكم نعمه، وناجحين في حياتهم يعني. انا بشكرك ونورتني. لسه في كلام كتير قوي عايزين نتكلموا، استنونا بس بعد الفاصل. الأرقام والإحصائيات بتقول إن متوسط عدد مصابي الحروق في العالم حوالي 11 مليون مصاب سنوياً، منهم ربع مليون ضحية حروق في مصر. يا ترى إزاي الشخص ضحية الحروق ده يقدر يكمل ويتعافى نفسياً ويكمل حياته في شكلها الجديد بعد كل اللي حصل له واللي احتمال يحصل له من انعدام الثقة أو قلة فرص شغل، غير التنمر والسخافات اللي ممكن يواجهها كل يوم، أو إنه يترفض زي اللي حصل مع منال بطل القصة حقيقية النهاردة. ده أهم سؤال في القصة، مع أسئلة تانية كتير قوي هنحاول نفهمها، ونحاول نحنا نشوف إزاي كلنا كمان نتعافى لو كان مش قادرين نبص له أو مش قادرين نتكلم معاه وفاكرين إن ده عادي نحنا نطلعها ونقولها. هنتناقش فيها مع دكتور هند بنا، استشاري الصحة النفسية. ازيك يا دكتور؟ اهلا يا سيدي. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. انت عامله ايه؟ الحمد لله. احنا لما حد بيتخن 2 3 كيلو او بيطلع له حبوب في وشه او بيتعور او بيحصل له سكار او علامات، بيبقى مش قادر يواجه المجتمع. انا يعني ساعات ببقى خايفه انزل حقيقي. انا تخنانه ومش قادره اطلع على التلفزيون، انا تخنانه ومش قادره حتى انزل اروح خطوبه ولا ما بالك بقى بمصابي الحروق. دول بيعملوا ايه؟ دول حقيقي يعني مشكلة مش فيهم طبعا، اكيد مشكلة حاجة، مشكلة في قلة ادبنا احيانا، مشكلة في الناس، ومشكلة ان هم ما بيتقبلوش الاختلاف يعني. لا دي اسمها ده قلة ذوق وقلة معرفة وقلة ادب، لانه ده تأدب وانت بتتكلم على اللي قدامك، قلة كلمة صدقة، قلة وعي يعني ان اي حاجة واردة ان تحصل لاي حد. احنا مش بنتكلم على حاجة بإرادته او بإيده او حاجة سهلة انت تتحكم فيها، دي حاجة ممكن تحصل لاي حد في اي وقت. الشخص مش هو شكله الخارجي، او احنا عندنا عاده سيئه يعني، وما بستثنيش نفسي حتى غصب عنه، انه لما بنلاقي حد مثلا مختلف في اي حاجه، عشان كده دايما بنقول قدرهم باختلاف، تلاقي مثلا او رجله فيها حاجه او ايده فيها حاجه او شكله مختلف عنا، تلاقيك متنحه له كده يعني. واحنا بنعمل كده ليه؟ بصي متنحه ده ممكن يكون في جانب تاني جواكي، ممكن تكوني مثلا صعبان عليكي، ممكن هما ما بيحبوش الشفقه على فكره، ومش مستنيين شفقه، ممكن تكوني خفتي من مظهره لك يحصل لك زي كده. لكن البعض او الاغلب بيبص للموضوع ده على ان هو كان هو المفضل، كان هو الافضل، كان هو الاحسن، ما بيقدرش مشاعره. انا بوصف ده مرض ده يعني، انا لما اكون انا احسن من حد ربنا ابتلاه بابتلاء كبير زي ده، هو في حد كبير على ابتلاء؟ هو انا بوصف الناس دي ان هي ناس ما عندهاش مشاعر، ناس متبلده في المشاعر، ما عندهاش احساس، ما عندهاش فكر اللي ممكن يحصل لك بعد كده، ما تعرفش النظره اللي انت بتنظرها للشخص ده ممكن تكون مؤذيه قد ايه. الواحد لما يترفض يعمل ايه؟ يشتغل على نفسه. يعني انا مثلا عريس جالي فتقدم لي، فبتكلم على رفض الجواز ولا رفض المجتمع؟ لا رفض المجتمع. ايه رفض المجتمع؟ رفض ده لازم الشخصيه تبقى قويه. انا بتكلم على رفض الجواز، لان ده بيبقى بتوجع اكتر لما اكون جايبه اهلي وقاعدين ومامته مثلا تقول ان انا مش عاجباها، او بابا يقول ان انا مش عاجباه. بنشتغل على نفسنا ازاي؟ اول حاجه انت ما تشوفش العيب فيك خالص، يعني انت خليك عندك ثقتك بنفسك عاليه قوي طول الوقت، مهما كان الاراء اللي حواليك ما تهزكش. مش كل الناس هتقبل يعني، خلينا متفقين ان مش كل الناس عندها قدره على التقبل، وانها تفهم الشخص اللي قصاده من مضمونه. لان يعني ما زي شخصيه منال ما شاء الله شخصيه قويه جدا، تجنن، قدرت تتحدى. وعلى فكره هي ما مرتش بازمه واحده، دي مرت بازمات كتير متتاليه، تغيير في حياتها بشكل جذري، كل ده هي قدرت تقف وتتحدى وتقاوم. ولما تسمع التقرير لا، شخصيه ناجحه جدا وقويه جدا وثقتها بنفسها عاليه، لان اللي اتحرق لبره مش لجوه، انا من جوه زي ما انا شخصيتي قويه. بس هو اللي بره ده ما بيأثرش على اللي جوه؟ لا طبعا، هو الشكل مهم وبيأثر، وخصوصا لو تم رفضه من اللي حواليه. يعني انا بحس دايما كده ان انت ايه، كانك مرافضني، فانت مش قادر تشوف الحلو اللي فيا. يعني لو حد طلع مثلا، لو حتى بقول لك على التلفزيون، فده نطاق اوسع، فالناس كلها تقول المذيعه دي شكلها مش حلو، المذيعه دي شكلها مش حلو، الواحد بيتاثر فعلا وبيجرى له حاجه او كده. بصي حسب ثقتك بنفسك انت.
الثقه بنفسي هي اللي بتفرق. يعني انا اعرف فعلا مذيعات ممكن تبقى حوامل، يا حرام تحلف ما يطلع على التلفزيون غير لما تخلف، دي حاجه طبيعيه يعني، بس محتاجه انها تتحرجي منها. بصي وحشه، بصي مناخيرها قد ايه، بصي بصي عامله ازاي، والله بصي والله العظيم بيفضلوا قاعدين في البيت يا حرام لحد ما تولد وتخلف وتنزل الوزن الزياده، احنا بصي وتعمل عمليات وتتعب وفي الاخر تنزل لكم ليه. هي الفكره ان الناس ما بتسيبش حد، يعني قصه جحا على سبيل المثال لو بتعرفيش ما بيرضوش. كنت جد وقويه هبقى في سخريه، كنت فيكي عيب هيبقى في سخريه، هي الناس كده. بنعمل احنا ايه بقى؟ ثقه بالنفس. بنجيبها منين بقى ثقه بالنفس؟ بتجيبيها من صفاتك انت اللي جواكي، من انجازاتك، من الحاجات اللي انت حققتيها، من رضاكي عن نفسك. ما هو بصي ايه اللي بيهز ثقتي بنفسي؟ ان انا اوريدي شايفه ان دي عيوب، او بصه لغيري، مش مركزه غير في قوت غيري او في رزق غيري. بالظبط، بس الاكتر ان انا شايفه عيوبي. يعني انت بتتكلمي مثلا لو انا تخنت شويه، لو انا تخنت شويه ونزلت، لو انا مش شايفه ده، لو انا مش شايفاه ومش مأثر فيا، لو 100 عين بصت ثلاثه يا جماعه وهنرجع تاني، احنا بس لو مش مركزه في هي تفرق معاكي. اقول لك على حاجه يا سالي، عيوبنا تركزنا عليها هي اللي بيخلينا نشوف عيون الناس بصلها. يعني فاهم قصدي؟ انا لو انا مش شايفه العيب اللي عندي ده وماشيه بمنتهى الثقه ومش فارق معايا، حتى لو كتير قالوه لي، حتى يعني لو كتير قالوه لي. شخصيتك قويه جدا ليه كده؟ شخصيتي قويه ليه كده؟ لان انا واثقه من نفسي، شايفه ان انا بعمله، عارفه انجازاتي ايه، راضيه عن نفسي، متقبله ذاتي. انت مش قابلني، دي حاجه تخصك، روح اتعلم ثقافه الاختلاف والتقبل وتعالى اتعامل معايا. طب لا، انت لازم تتكسري شويه عشان تعرفي تتجوزي. هو ليه الارتباط الجواز بالكسره؟ نفسي اعرف في كسره النفس موضوع، او انت لازم تبقي اهدى شويه عشان تعرفي تتجوزي، او لازم عشان يتقبلوك. يا زي حتى ما منال بتقول، مهما شافوا اللي جوانا يبقى هو شايف القشره اللي بره. كل واحد مننا بيبقى غصب عنه عامل هاله لنفسه في المجتمع. طبعًا. انه مثلا عشان حد ما حدش يقرب له، فهو ممكن يكون بيأتاك او بيهجم الاول، اكيد، او ممكن يكون مبين ان هو شخصيه قويه جدا، او ما تهزرش معايا او ما تقربش. حد تاني يعمل ان هو ضعيف ومستكين عشان ما حدش يجي يقرب له، فانا في حالي. الناس بقى اللي بتشوفنا من جوانا ده انا بقى قصدي عليه، ويرجعوا يتكلموا علينا مع اللي ما شافوش ده، ايوه، دول بقى المفروض نعملهم اعتبار اصلا؟ لا لا، تزعل عليه. انت اعرف اتعامل مع الشخص اللي بيقدرك، التقدير شيء مهم جدا. يعني انت اتقدرت من حد، اتعامل معاه بطبيعتك بقى، يعني عيش براحتك معاه. شخص ما قدركش، ما تقبلكش، حط عيوبك قبل مميزاتك، لا ده شخص مؤذي. يعني هتصدقي ان علاقه مؤذيه، كل اللي مرت بيه ده، مع انها هي بطله طبعا، بطله، كل اللي مرت بيه ده، بس انه واحد يخش البيت ودي توجع اكتر مليون مره. المشكله مش في الواحد، مش قدام الشخص. يعني انا حاولت اراضي اهلي، بتحرجني قدام اهلي وتوجع لي اهلي. الفكره ان الشخص نفسه كان متقبل، لكن الـ الاهل هم اللي رفضوا. طب معلش حضراتكم مش هتعيشوا معاها علشان انتوا ترفضوا. ما تشوفوا صفاتها، شوفوا البنت دي تحدد قد ايه، شوفوا البنت دي وصلت لفين، من فين لفين. تبدل الحال في يوم وليله ده ممكن وارد لاي حد. ليه احنا كمجتمع ده ثقافته؟ يعني حتى لو هي عندها سكر يقول لك البيبي هيجي له سكر، اوعى تاخد واحده عندها السكر، اوعى تاخد واحده مش عارف ايه، لا 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 لا، انت عايز بتطلع شبهها ولا ايه؟ في حين ان الحاجات دي كلها مش في ايد اي حد. لازم كلنا نفهم كده، ان الحاجات دي مش في ايدك، ممكن تكون انت سليم معافى تماما وفجاه يحصل لك حاجه. ما لازم نستوعب ان تغير الاحوال او تبدل الاحوال ده حاجه مش بايد حد. هي يعني هي ما اختارتش تبقى كده، بس هي اختارت تبقى قويه، اختارت ان هي تقف على رجليها تاني. او اول كلمه بيتقال ان هي اختارت ان هي تقف على رجليها وكل حاجه، بس اول كلمه بتتقال انه ليه يا بنتي، وانت ناقصك ايه عشان تاخدي واحد كده؟ هو بصي هقول لك على حاجه، ينفع؟ هو ما تنفعش، بس الحته دي بيبقى فيها حب للشخص بشكل مبالغ فيه. يعني لو بيحبوني هيحبوا اللي انا بحبه، بس هو ايه، شايفه ان انت تستحق الاحسن من وجهه نظرهم. في حين ان انت لو تعاشرتي الشخص ده وتعاملتي معاه وشفتي الصفات الحلوه اللي جواه، ممكن يكون احسن كتير من شخصيات كامله متكامله. انا شفت نماذج زي كده كتير. ده انا بشوف فعلا اهلي ما بيبقاش عاجبهم شكل العروسه قوي، يقول لك ده هيخونها لانه مش حلوه وبتاع. لا والله، يعني انا شفت العكس والله، يقول لك احسن من 100 مليون واحده حلوه. شفت العكس والله، شفت واحد اتجوز واحده كانت يعني من ذو الهمم، يعني ما شاء الله، وحياتهم ما شاء الله ناجحه جدا، ولادهم ناجحين جدا، في حين ان كان في اعتراض من اهله، لكن هو اصر على ان هو يتجوزها ويرتبط بيها. بعد كده والدته بقت تشوف دي احسن واحده من زوجات اولادها. اللهم بارك ما شاء الله. فيعني ناخد الفكره من المضمون يا جماعه، مش من الشكل. الشكل ده متغير. واحنا ليه عندنا كمان عيب انه ما بنحسش بده غير لما حد في عيلتنا او حد من عيالنا يبقى كده؟ ليه يا دكتور؟ ما هي كده، الامر يخصني يبقى هنا انا محتاج التعاطف ومحتاج الناس تقبلني. الامر ما يخصنيش، انا بشوف ده من بعيد، ما دخلتش في الموقف. نعمل ايه عشان نحس بالناس دي؟
نقلل شويه حته المشاعر البارده، نتعاطف مع الناس، نحس بوجعهم. يعني احنا محتاجين نحس بوجع الناس، محتاجين نفكر هم بيفكروا ازاي، يعني ايه مشاعرهم، ليه باخد الموضوع من مشاعري انا، ببص على الامور من زاويتي انا، ان ده مش عاجبني. فاحنا كمان لازم نكون مؤهلين، خلي بالك، يعني ان احنا نشتغل على نفسنا ان احنا نتقبل طبعاً. الاخرين مش هم اللي يحاولوا يتقبلوا حتى حياتهم، لانه في ناس فعلا بتبقى محتاجه ان هي تقوي اللي قدامها. احنا لازم يكون ده دورنا معاهم. احنا كان عندنا بنت كانت المفروض تيجي تساعدنا في البيت وكده، فالبنت بتهدد باباها الله يرحمها، كانت بتهدد باباها ببابور الجاز ده. فدلقت على نفسها البنزين ودلقت على نفسها، مسكت فيها النار كلها. كانت حروق من اصعب درجه حاجه كده. هم حتى في المستشفى قالوا لنا ما حدش يخش طبعا، انه ما ينفعش نشوف. لا انا اصريت اني اعمل كده. يعني هو بتختلف من حد لحد. انا اخويا لحد النهارده بيدعي عليا يقول لي حرام عليك انت دخلتيني معاكي، قلت له لا احنا بنخش عشان نعمل لها دعم نفسي حتى دعم. لو كانت الله يرحمها حتى لو كانت هتتوفى. مظبوط. ازاي نقدر نعمل كده؟ ما هو مش كل الناس تقدر تعمل كده. يعني انا ازاي اقدر اتقبل ده وان انا اقدر ان انا اقويهم، يعني اشوف حد، يعني ما انا البطله. بطله. في ناس تانية مش قادره تقف على رجليها تاني، ما هو احنا بنتكلم تاني. احنا بقى النماذج اللي زي كده، النماذج اللي زي دي، قصدك احنا كطرف تاني؟ احنا كطرف تاني. احنا ده دورنا. دورنا دعم للناس دي. يعني هو بعد تقدير الدوله هيبقى في ايه تاني؟ بعد ما السيد الرئيس بالظبط يقدم رساله للناس كلها ان الشخصيات بيعلمنا نعمل ايه، بعد كده هيستنى ايه تاني؟ لسه معقوله بعد كل اللي بنشوفه ده واحنا بقينا في دوله تحدي عموما اصلا، يعني ونقدم نماذج متحديه ان احنا نبدا نرفضهم؟ لا، دول جزء مننا. بصوا لمضمون الشخص، ما تبصوش للشكل الخارجي. انتوا لما بتبصوا للشكل الخارجي بتقللوا من امكانياتهم، انما لو قدرتوهم هيطلعوا احسن ممكن من السلام. ان هم عايزين يثبتوا طول الوقت ان هم اقوياء، طول الوقت عايزين يثبتوا ان هم قادرين فعلا باختلافهم ده. لكن اللي بيحصل ان احنا بنقلل منهم، هينسحبوا زي ما منال قفلت على نفسها سنتين، قفلت على نفسها واكتئبت كده. وبصي قوتها قد ايه، وبعد كده قامت بتقفل على نفسها بجد. انا بحييها جدا حقيقي على اللي هي قدرت تقف تاني. انا بقى سمعت التقرير، لا هايله. بصي بتتكلم طريقتها ازاي هيلة. ولا في التليفون بتتكلم ازاي؟ لا ما شاء الله عليها، هايله. دي مذيعة. اكيد كان في دعم، اكيد كان في دعم، في حد قدرها. التقدير بيخرج احسن ما عندك. حتى لو انت عندك امكانيات قليله، بتقدير الاخرين ليك الامكانيات دي هتزيد، يبقى عندك طاقه جباره انك انت تشتغل على نفسك. طب تقولي بقى للي ما قدرش يقف على رجله تاني ويتعافى واخد سنين مش سنه او اتنين. ما انا عايزه اقول بقى ان النموذج زي دي مر بازمات بالطريقه دي، الاصابه بالحروق والفقد والتنمر ورفض المجتمع ليها. انت مريتي بازمات كتير جدا، ابشع ازمات. بعض الاشخاص بيمروا بازمه واحده من دول ويقفوا ويتعطلوا يعطل. لا، شوفوا النماذج دي، اشتغل على نفسك، قوي نفسك، اعرف ان لو حاجه حصلت في الشكل الخارجي جواك سليم، شخصيتك هي ما فيش حاجه اتغيرت. يبقى اشتغل على نفسك وقوي، ما تخليش نقطه ضعف عندك توقعك، استغل قويها. خلي نقطه ضعفك دي هي اللي مثابه القوه ليك. يعني في يعني شخصيه زي دي قدرت تتحدى شخصيات تانية من ذوي الهمم، بيبقى ليهم مكانه وليهم بيحققوا بطولات وبيحققوا انجازات كتير. يبقى نقطه ضعفك دي هي البدايه اللي تدخلك في مجال اوسع، يدخلك وان احنا نبقى مع الدمج في المجتمع. طبعا هم لازم يدخلوا نفس الكلاسز او نفس الحصص او نفس الدروس مع 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 غيرهم. مش حاجه اسمها دول يفصلوهم عن دول عشان دول نفسيتهم مش عارف. لا كان موجود زمان اللي ده مدارس خاص لوحدهم. لا دلوقتي لا، يبقى معاه شادو او معاه واحده ماشيه وراه عشان تاخد بالها منه. وسط الناس ووسط المدارس، وسط الطلبه في نفس المكان، بيتعلموا نفس التعليم وكل حاجه. ونقطه مهمه بقى، يعني ربي ولادنا بقى، نربي ولادنا على التقبل بجد، دي اهم حاجه. خلينا نحط الامل في الجيل اللي جاي. الجيل اللي جاي هو اللي هيشيل معانا بعد كده، فهيخليهم علموهم يتقبلوا الاختلاف، علموهم يساعدوا ويقدموا الدعم للشخصيات اللي زي كده، لان هي بصراحه ما فيهمش عيوب. احنا اللي بنعمل تركيز على عيوبهم، فبالتالي هم بينسحبوا وبينعزلوا عن نفسهم. انا بشكرك ونورتي. ميرسي يا دكتور هند. وزي ما دكتور هند ختمت وقالت نربي اولادنا على انهم يتقبلوا الاخرين، لانه مش لازم ربنا يبتليك عشان تتعلم، مش لازم ربنا يبتليك عشان تكون رحيم. ما حدش فينا كبير على ده. في يوم وليله الدنيا بتتبدل. لو ما كنتش رحيم وقفت جنب الناس دي كلها اللي كانت بتمر باصعب ابتلاءات، ممكن في يوم من الايام تبقى انت مكانهم، مش هتلاقي حد يساعدك، مش هتلاقي حد يقولك كلمه حلوه. حتى عيالك اللي حضرتك او حضرتك نسيتوا تربوهم انهم يتقبلوا غيرهم مهما كان اختلافه، انت الوحيد اللي تزعل عليهم.
استنونا في حلقة جديدة وقصة تانية بأبطال تانيين في قصة حقيقية. باي باي.